وبعدين الراجل اللي بيجعر لي في الميكروفون ده، في اطفال بيصحوا مفزوعين، هو ده اسلوب الصلاه؟ احلام تهاجم شيرين رضا، امسكوني ودي انتفها. ليه هي بتشتغل في الكافيه؟ ايه انتفها دي؟ ايه انتفها دي؟ ودي انتفها. ليه هي بتشتغل في الكافيه؟ امسكوني ودوني انا التفها. ايه يا ترى السبب اللي خلى المطربة احلام تقول الكلام ده عن شيرين رضا؟ وايه هو رد شيرين رضا عليها؟ وايه هو سبب انفصالها عن عمرو دياب؟ تعالوا نشوف. سخرت الفنانة شيرين رضا من المطربة أحلام بسبب تصريحات أحلام ضدها لما قالت عنها أحلام امسكوني ودوني أنا التافهة. فردت عليها شيرين وقالت ليه هي فاكرة نفسها شغالة في كوافير؟ أما السبب اللي خلى المطربة أحلام تقول كده عن الفنانة شيرين رضا، فقبل كده كانت الفنانة شيرين قالت عن المؤذن إن صوته جعير، وده اللي استفز المطربة أحلام وخلاها تكتب على موقع التواصل الاجتماعي بتاعها صوت الأذان جعير، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، يعني سو كلاس. كمان كتبت كلام فيما معناه انه كويس اللي عمرو دياب عمله فيها وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي، وقالت كمان امسكوني ودوني انا التفهة. اما عن موقف الفنانة شيرين رضا من اللي حصل، فكانت في حوار مع الاعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة، وردت عليها وقالت هل انا انسانة متخلفة عقليا عشان اشتم الاذان؟ قالوا اني شتمت الاذان، قلت على المؤذن ان صوته جعير، ودي مش شتيمة ولكن وصف للصوت. وكملت وقالت ان المؤذن لازم يحترم الدين، لان الاذان احلى حاجة في الدنيا بس لما يكون الصوت حلو وجميل. الاعتراض كان على الصوت فقط، واكيد انا ما عنديش اعتراض على الاذان، كنت في الكويت وسمعت الاذان فحسيت بقشعريرة بسبب جمال صوت المؤذن، وللأسف ما قدرتش اني اسجل صوته بسبب ان ما كانش معايا تليفوني في وقتها. انا بني أدمة متخلفة عقليا عشان اشتم الاذان؟ وجعير دي مش شتيم على فكرة، ده وصف للصوت. لازم هو يحترم الدين برضو، ان هو لما احلى حاجة في الدنيا الاذان، لما يكون الصوت حلو. فردت عليها شيرين رضا وقالت يعني ايه تقول انا التافهة؟ انت شغالة في كوافير، تعرفيني منين علشان تقولي انا التافهة؟ انت مالك، خليكي في حالك. كمان كشفت الفنانة شيرين رضا عن كواليس انفصالها من الفنان عمرو دياب بعد جواز استمر 3 سنين، واكدت ان الحياة بينهم كانت مستحيلة، وقالت في تصريحاتها الغيرة مش بتوجع غير صاحبها، انا اتجوزت واحد مشهور لازم يكون عنده معجبين، لو غيرت عليه مين دي وبتكلم مين؟ انا اللي هتعب في الاخر، وكده كده هيفضل حواليه نسوان. كمان قالت ان من اسباب انفصالها من عمرو دياب ان الحياة بينا كانت مستحيلة وكنا بنتخانق على طول، عشان كده قررنا الانفصال، واننا نفضل اصدقاء على اننا نكمل والمشاكل تكبر بينا وما نقدرش نبص في وش بعض.